الحلقة الثالثة من واش كنت عارف مختلفة على باقي الحلقات السابقة. اليوم اختارينا أشهر مستشفى بمدينة الدار البيضاء واللي هي مستشفى موريسكو، كيف ما كيفطلوا ينعتوها البيضاويين. نقلنا لهذا المستشفى وسولنا الناس واش عندهم شي معلومة على أشنو كتعني هاد موريسكو، وكانت هذه هي الأجوبة. إذا قلت لك شنو سميت هاد لوبيتال احنا متواجدين؟ ميريسكو. صراحة أول مرة غنسمع تسمية سمعتها في هاد لوبيتال، ومن صغري وأنا كنسمع ميريسكو كيجي لي في بالي ديما انه راه او بيطا، لكن ما عارفش علاش. ميريسكو ميريسكو دابا شنو نقدر نقول لك عليه؟ الله ما نقدر نقول لك سميت. انا الهدف ديال المهم ديالي انا هو ميريسكو. واش عارف علاش سموه ميريسكو؟ ما عارفش اختي، سامعه به ملي مره تعاد جيت ليه. انا كنعرف السياشو المستعجلات، هذا سميته ابن رشد، ولكن الناس اكثريه كتعرفو بميريسكو. واللي كاين واللي اي واحد قلت لي ميريسكو ولا واش كيعرف يقول لي ابن رشد، كله هادشي اللي كيعرفو عليه الناس. هذا سبيطار حاليا ابن رشد، قبل من ابن رشد كان اول كان فارويس، من بعد كان موراه واحد البروفيسور سميتو موريسكو. يقدر يكون شي شخصيه في الدوله مثلا، يقدر يكون برلماني، يقدر يكون شي حادث شي حاجه بحال هكا، ولكن بالضبط شنو ما عرفتش. ما كنسمع موريسكو ولكن شنو كتعني بالضبط ما عرفتش. والله ما عارف، ما عارف شي هذا هو اللي كذب عليه. يمكن نعرفه ونعرف شنو هو سميت الشخص ولا شنو هو، ما نقدرش نقول لك. ما عنديش عليه شي. هو سميته ابن رشد ولكن معروف بميريسكو. هذا موريسكو فرنسي، كان هو اللي كيشرف على جميع الامراض اللي هنا، ومن بعد منين استقل المغرب وخدا استقلال ديالو تسمى ابن رشد. الأغلبية كيستعملوا اسم موريسكو للإشارة للمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، ولكن بزاف ما عارفينش أشنو كتعني هاد موريسكو. ماشي موريسكو وإنما موريسكو، راجع للدكتور الفرنسي جاك موريسكو، واللي كان هو مدير المصالح الصحة العمومية والنظافة العامة من 1934 و 1944. هو أيضا ضابط موشح بالعديد من الأوسمة الشرفية، ومثل المغرب في بزاف ديال المحافل الدولية للصحة. تم بناء مستشفى موريسكو بالدار البيضاء فترة الحماية، وانتهت الأشغال فيه حتى لسنة 1948 بسبب تأخير ديال اندلاع الحرب العالمية الثانية آنذاك. وفي سنة 1956 تم دمج المستشفيين موريسكو وجول كولومباني مستشفى ابن رشد، إلى أن البيضاويين بقاو كيسميوها بمستشفى موريسكو نسبة للطبيب الفرنسي موريسكو. واش كنت عارف؟